يعني والله الا بصح دابا كان عندي شي قرد دابا يستريمي معايا وكذا ونقد نعلمه والله تنعلمه فهمتي كيتعلموا قروده دغيا نعلم نقول له مثلا نوريه كيفاش يشعل ليدات كيفاش يشعل ار جي بي يشعل بي سي نجي على الاقل بعدا والله تنعلم دين مبرب انا ما عنديش دابا ان شاء الله ولكن ضروري خصنا نربيو شي حيوان هذه اكسبيريونس جديد نربيو حيوانات جداد اجي عندي اجي انت عطيت واحد الحيوان يولي يستريمي معاك اجي عندي ندبر لك في دردبش دردب لا ضروري غنجيب دردبش كنهضر معاك دابا اخيرا قنعت المدام باش نربي دردبش وي والله الا قنعتها بالله والله الا شحال هادي وانا كنقولها ليها دابا هي المهم قريب ان شاء الله العرس العباد لا راه غنشريها قبل العرس راه غيحضر معنا العرس بنادم انا نضربو بموكو عرفتي شحال واعره صاحبي تكون جاي وجاي معاك دردبتش ديالك كيسولوك الناس شكون هو هاد شكون هو هاد السيد هذا كتقول لهم لا هذا راه ماشي السيد هذا قرد معاه يكون نقي وكذا ولابس كوستيم ما غيبانش واش قرد ولا بنادم فهمتي لا بزاف دابا ديال بنادم ولا كيبان قرد عاد دابا الا حطيتي قرد لبستيه مزيان ما غيبانش يعني والله الا بصح دابا كان عندي شي قرد دابا يستريمي معايا وكذا ونقد نعلمه والله تنعلمه فهمتي كيتعلموا قروده دغيا نعلمه نقول له مثلا نوريه كيفاش يشعل ليدات كيفاش يشعل ار جي بي يشعل بي سي نجي على الاقل بعدا والله تنعلم دين مبرب انا ما عنديش مشكل في التواصل فهمتي انا ولادي ان شاء الله ما يكونوا هو يو نو يعني ما بنادم ما عنديش مشكل زعما بنادم كنطوعوا عاد دردبتش والله اخويا تنعلمو بالله نقول ليه شوف حاجه وحده قي صايب لي قهوه قبل ما نفيق ينوض مالو عايزكم معايا فابور شتا مريض ولا مال كنبقى نعطيه انا الماكله في يوميا باش يجلس هكا حيت اش عندي دردبت شتا مريض يجلس تيكون مربي شي كلب على برا يجلس يجلس تجلس فيه الدقه وعاد الكلب ديالي ان شاء الله دابا غنجيب واحد الكلب خصو يبقى يخرجو في الصباح خرجوا في العشيه انا فيا اللي خرج انا كان ستريمي فهمتي المهم راه يجي يخدم ماشي يخدم اصلا القروده ديال الخدمه ماشي ديال فهمتي ضروري صافي تخسر عليكوش اخبار هاني هذاك الشيء هاني هذاك الشيء رخيص هاني قادرين نخلصوا له ليكوش الرضاعه ديالو نجوجوه كاع هاي ترجل فهمتي ما يبقاش قرد فهمتي خصو يولي واخا هو قرد ولكن خصو يولي بنادم فهمتيني ضروري هما البنادم كيولي قرد البعد دابا هذه هي اللي كنت نضحك انا قبيل هنا بعد تخيل معايا دابا انا مثلا نجيب دردبه من تما حتى لهنا نجيب قرد هكا محطوط شامبانزي فهمتي تخيل معايا ما وصلتني اخوتي النوتيفيكاسيون دري ما تبقاش تعولوا على نونو لايف تصيفط لكم نوتيفيكاسيون السبعه كلشي يكون حاضر في اللايف سالين صافي من السبعه الفوق انا في اللايف امتى بدا اللايف يلا وصلتني نوتيفيكاسيون واه يلا واش جوج دراري هجموا في اللايف عاد وصلهم نوتيفيكاسيون يلا ساعتين وانا في اللايف تقطع اللايف تقطع اللايف وعاد تعاود خويا انا وهذا تعاود راه 8 دقائق دابا باش تعاود باش تقطعات كونيكسيون راه 8 دقائق عندنا سعاد وصلنا انا نقنيهم دابا اخويا غنبقى نقطع انا اللايف كل ساعتين صافي الدراري الدراري شحال الساعه دابا 9 ونص 10 ونص 11 ونص فكروني نقطع اللايف